بيأثر هو هذا. اسمي دوراما، عمري 18 سنة، أنا من سوريا. بآخر ليلة كنت عم بدرس فيها، رحت تاني نهار الصبح قدمت امتحاني، كانوا أهلي ناطريني إنه مضبين الأغراض إنه خلاص لازم نحنا نترك. أختي راما جابت مع دبدوبة، ما بتقدر تنام من دونه. فادي ضب لعبه، كل واحد حمل شنطته والغرض اللي بيعناه. كنت ماشي وعم أقول ما بدي أطلع لورا خالص، إنه ما حطول. أنا كنت عم بقنع بحالي بأفكار شوي يعني شبه هيك كاذب، يعني إنه خلص بدي أرجع ما رح طول، 10 أيام وبرجع، 20 يوم انكترت أكيد راجعين. بس الواحد كنت كل لقطة يعني هيك أخذها بعيوني دقة علي، ما سهلة من ناحية من الراس يعني. هاي هي الحياة يعني بالنهاية.